أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث استلت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3,624,000,000. هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25,300 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 0.52% ليغلق عند مستوى 5,091 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 7,466 نقطة. على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنسبة بلغت 19.64% ليغلق عند 2.68. يليه سهم مصر الأسواق الحرة بنسبة 10.90% ليغلق عند 31.94. ثم بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم شركة كونتكت المالية القابضة بنسبة 10.12% ليغلق عند 3.81. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 5.75% ليغلق عند 9 جنيهات فقط. مشاهدينا، لتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ مينا رفيق، رئيس البحوث بشركة المروة للأوراق المالية. مرحبا بكم سيدي على قناة زهري ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. في البداية أستاذ مينا، ما تفسير حضرتك للهبوط الطفيف في المؤشر العام للبورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد؟ طبعا التراجع اللي احنا شفناه النهارده كان امر طبيعي. اولا النهارده الحد بتبقى اغلب الاسواق العالميه مغلقه، وبرضه في بعض الاسواق في بورصه الخليج بتبقى في عطله النهارده، فكان امر طبيعي جدا، خصوصا ان احنا يمكن احنا بنتكلم دايما ان احنا لما بنوصل لمستويات قياسيه جديده طبيعي ان احنا بنشهد عمليات جني ارباح، وده امر طبيعي جدا. يمكن احنا النهارده في اخترقنا من جلسه امس مستويات ال 25,337 نقطة، ودي يمكن أعلى مستوى كنا وصلنا له الأسبوع الماضي، فابتدينا النهاردة وصلنا لمستويات ال 25,700 نقطة، ابتدينا طبيعي جدا إن احنا نشوف عمليات جني أرباح، ويمكن عمليات جني الأرباح كانت من قبل المؤسسات المحلية، وإحنا يمكن كنا بنتكلم إن الفترة الماضية المؤسسات المحلية هي اللي كانت في الجانب المشتري دايما من السوق، فطبيعي جدا ان احنا نشوف عمليات جني الارباح. ما زلنا اعلى مستويات الدعم، احنا يمكن عندنا مستويات الدعم الحاليه عند مستويات ال 24,500 نقطه، ما زلنا بنستهدف، بس في حال طبعا اختراق مستوى ال 25,700 نقطه ما زلنا عند مستهدفاتنا عند مستوى ال 26,100 نقطه، واللي قدنا تجاوزها ونستهدف مستوى 27,800 نقطه على المدى المتوسط الاجل باذن الله. أستاذ مينا، ما توقعات حضرتك للمؤشر السبعيني الذي أيضا ارتفع فوق 5,000 نقطة اليوم؟ طبعا احنا شفنا النهاردة رغم تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة EGX 70، واللي يمكن احنا بنتكلم دايما أنه بيعبر عن أغلب أو الحركة الحقيقية للسوق، لأن هو بيبقى فيه تنوع أكتر في الشركات وبيبقى متساوي الأوزان، على عكس EGX 30 اللي هو بيبقى ليه أوزان نسبية وبتؤثر في حركة بعض الأسهم. احنا النهارده يمكن الطبيعي جدا ان احنا كمان مع سيطرة الأفراد، احنا يمكن بنتكلم ان الأفراد كانوا مسيطرين على أكثر من 80% من أحجام التداول، فكان شاهدنا ارتفاع في المؤشر EGX 70، وصلنا لمستوى 5,132 نقطة، وابتدت تحصل بعض عمليات جني الأرباح، تراجعنا في ختام التعاملات لما دون مستوى ال 5,100 نقطة. نعم. لكن ما زلنا اعلى مستوى الدعم عند 4,855 نقطة. اعتقد كمان لو قدرنا ان احنا نخترق مستوى ال 5,132 نقطة اللي وصلنا لها النهاردة، اعلى نقطة وصلنا لها النهاردة، نستهدف مستوى ال 5,600 نقطة. أستاذ مينا، شهدنا اليوم الإعلان عن طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية للتداول عبر بورصة مصر للسلع.
يا ترى ما فوائد ذلك باعتقاد حضرتك؟ طيب، هو طرح الموارد الأساسية عامة في البورصة السلعية بيعمل على إن هو يضبط الأسعار، خصوصا يمكن في الفترة الحالية احنا شايفين إن في استغلال التجار لأزمة سعر الصرف، واللي يمكن كان آخرها أزمة أسعار السكر والمبالغة فيها، واللي يمكن الحكومة النهاردة كانت أعلنت إن هي مدية مهلة 10 أيام للتجار عشان يظبطوا الأسعار، يا إما هيبقى في تسعير جبري. فطبيعي جدا ان هو البورصه السلعيه بتعمل على ضبط الاسعار وبتمنع الممارسات نعم الاحتكاريه، بتقلل كمان من حلقات التداول بين المزارع والمنتج والوصول للمستهلك، وبتمنع كثره الوسطاء في النص، يعني بيبقى ما فيش عدد التجار اللي صحيح النص صحيح. قليل، فده طبعا بيعمل على ضبط الاسعار اكتر يعني. إذا أستاذ مينا، أنتقل إلى نقطة أخرى. أكدت شركة رايا القابضة أنها لم تتخذ أي إجراءات للاستحواذ على شركة محلية كما أثير، فهل سيشهد القطاع عمليات استحواذ جديدة باعتقاد حضرتك؟ الرأي رغم ان هي نفس ان هي بتستحوذ على شركه محليه، انما هي بالفعل كانت اعلنت ان هي بتتوسع في الخليج، وما زالت بتستهدف استمرار التوسعات ده خلال السنه اللي جايه، بالاخص يمكن في السعوديه، وده يمكن نظرا لان قطاع التكنولوجي في ظل تبني الاقتصاد العالمي، سياسه الاقتصاد الرقمي وتسريع عمليه التحول التكنولوجي، وبالتالي القطاع فعلا بيشهد تحقيق معدلات نمو وربحية كبير نعم جدا. من المتوقع طبعا ان احنا نشوف في القطاع عدة عمليات اندماج واستحواذات خلال الفترة الجاية، ده امر طبيعي. صحيح. إذا أستاذ مينا، يعني استكمالا بالحديث عن الشركات، أيضا أعلنت شركة فوري عن الانتهاء من التحقيق الشامل لأمنها السيبراني، ما أثر ذلك على الشركة، وهل يعني وأيضا على أسهمها باعتقاد حضرتك في الفترة المقبلة؟ طيب، ما احنا على قد بقى المزايا اللي كنا بنتكلم فيها لسه في القطاع التكنولوجي نعم والمدفوعات الرقميه من المعدلات النمو القويه اللي بتشهدها، الا ان عندها طبعا عده تحديات، يمكن ابرزها يعني اهم حاجه فيها هي تامين البيانات، خصوصا في ظل ان احنا بنشوف هجمات اختراق في بتتعرض له كبرى الشركات والبنوك في صحيح العالم. صحيح فطبعا ده امر مهم جدا. بالنسبة اللي حصل في شركة فوري، هو بالفعل ما فيش اختراق حصل لبيان أي بيانات مالية أو لأي برامج أو تطبيقات تشغيلية، وده يمكن بيأكد إن الشركة عندها فعلا برامج حماية نعم البيانات قوية نعم جدا، إنما هو اللي تم اختراقه هو بعض البرامج اللي بيستخدموها في اختبار التطبيقات قبل تشغيلها، وكل اللي قدروا يخترقوه هو بعض بيانات العملاء الغير المالية زي الاسم او رقم التليفون والعنوان والحاجات ديت. اعتقد ان الحاجات دي ملهاش تأثير كبير، يمكن هي دايما المهم دايما في هذه المعاملات صحيح هي المعاملات المالية، هي دي فعلا بالنسبة لفوري هي مفيش اي بيانات مالية قدروا يوصلوا لها، فبالتالي الشركة ما تأثرتش بأي حاجة اعتقد. إذا أستاذ مينا، أعلن اليوم عن مزيد من نتائج الأعمال وأيضا خطط توزيعات الشركات المدرجة بالبورصة، ما رأي حضرتك بموسم الإفصاحات الحالي؟ طيب، احنا طبعا في خلال الربع الثالث شفنا يمكن في شركات كتير استطاعت ان هي تحقق معدلات نمو في الارباح كويسه، يمكن اخرهم كان النهارده، يمكن هو النهارده يعني بعد عمليات الافصاح الفتره الاخيره، النهارده ما كانش فيه غير 3 شركات هم اللي اعلنوا عن نتائج اعمال الربع الثالث وكانت كلها ايجابيه. يمكن احنا شفنا شركه بيلتون استطاعت ان هي تتحول لربحيه وحققت نعم ارباح تقريبا حوالي 231 مليون خلال الربع الثالث، بعد ما كانت عملت خسائر نفس الفترة من العام الماضي 34 مليون، ويمكن ده يمكن كان بتزامن كمان بعد زيادة رأس المال اللي تمت خلال الفترة الماضية. شفنا يمكن شركة مصر للأسواق الحرة برضو استطاعت إن هي تحقق طفرة في معدلات نمو الربحية، حققت في الربع الأولاني بقى، لأن هي عندها العام المالي بينتهي في شهر 6، ففي خلال الربع نعم الأولاني صحيح من العام الجديد استطاعت إن هي تحقق أرباح 119 مليون مقابل 49 مليون، ويمكن ده اللي اثر كمان بالايجاب على اداء قطاع التجاره والموزعين النهارده في الجلسه، يمكن استطاعت ان هي تحقق استطاع قطاع ان هو يحقق ربحيه حوالي 6% قرابه 6%، رغم اداء يمكن احنا كنا بنتكلم في تراجع المؤشر الرئيسي، الا ان فعلا اداء القطاع كان مميز النهارده. ويمكن اخر حاجه كانت اعلنت نتائج عملها مستشفى كليوباترا، برضو استطاعت ان هي تحقق معدلات نمو ايجابيه، حققت تقريبا 132 مليون في خلال الربع الثالث مقابل 90 مليون.
صحيح. فكل دي معدلات نمو ايجابيه. اما عن قصه التوزيعات ففي احنا في موسم تقريبا توزيعات نقديه بتاعه شركات قطاع الاعمال، خصوصا اللي هي ميزانيتها بتنتهي في شهر يونيو الماضي، وبعض الشركات ايضا بتوزع كوبونات استثنائيه خلال هذه الفتره. طبعا التوزيع صحيح. بيهم جدا المستثمرين وخصوصا المستثمر طويل الاجل، ويمكن احنا دايما بنهتم بالتوزيعات النقديه وبنشد الشركات ان هي دايما يبقى نسبه التوزيعات نسبه مرتفعه عشان حتى تقدر تجذب المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات. نعم أستاذ مينا، أنتقل مع حضرتك الآن لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال العالمية. أبدأ مع حضرتك من أسعار النفط التي بالطبع تؤثر على حركة أسواق المنطقة، وتراجعت بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.7%، وذلك طبعا وسط هدوء مؤقت لتطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط. يا ترى ما توقعات حضرتك؟ طيب، هو احنا خلينا نتكلم ان تراجع اسعار النفط كان بسبب 3 عوامل، ابرزها زي ما حضرتك وضحتي تراجع التوترات الجيوسياسيه، وابتدى يتلاشى مخاوف تعطل الامدادات، فده طبعا ادى لهدوء اسعار النفط، بالاضافه كمان لارتفاع البيانات بتاعت ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكيه. والثالث عامل كمان هو تاجيل اجتماع منظمه اوبك، تاجيل الاجتماع لنهايه الشهر، طبعا عمل ربك في السوق شويه، لكن من المتوقع ان نستمر تخفيض الانتاج، قرارات اوبك في تخفيض الانتاج وزياده المسؤوليات من مخزونات النفط الامريكيه، بالاخص مع دخول فصل الشتاء، ان تعاود الاسعار مره اخرى للارتفاع وممكن تتجاوز مره اخرى مستويات 90 دولار للبرميل. من الناحيه متوقع الفنيه، طبعا. صحيح. من الناحيه الفنيه احنا عندنا مستوى ال 83.5 دولار مستوى مقاومة مهم جدا، الدعم عند مستويات ال 75 دولار قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى لتجاوز زي ما احنا اتكلمنا مستويات 90 دولار. نعم. صحيح. أستاذ مينا، أسعار الذهب سجلت ارتفاعات في الأسبوع الأخير بنسبة 0.9%، يا ترى ما توقعات حضرتك لمسار المعدن الأصفر الفترة المقبلة؟ طيب، الدعم طبعا احنا بنتكلم عنه الملاذ الآمن اللي كله بيجري عليه وقت التوترات. نعم صحيح. ويمكن الفترة اللي فاتت شهد ارتفاعات قوية جدا مع بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولكن الدهب كمان بيتأثر بقرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفايدة، واللي متوقع إن هي يبتدي الفيدرالي يوقف عملية تشديد النقد اللي كان بيستخدمها الفترة الماضية، وخصوصا مع تراجع معدلات التضخم، وبالتالي من المتوقع طبعا استئناف الحركة السعودية للذهب، وقد يتجاوز على المدى المتوسط لاجل مستويات ال 2100 دولار للاوقيه. من ناحيه فنيه، واحنا عندنا مستوى ال 2009 دولار هو مستوى مقاومه مهم، يعني متوقع انه يخترقه ويستهدف مستويات ال 2073 دولار قبل ان يخترق مستويات ال 2100 دولار على مستوى متوسط لاجل. صحيح. أشكرك أستاذ مينا رفيق، رئيس البحوث بشركة المر وللأوراق المالية، على مشاركتك اليوم في حلقتنا.